يوقفونا والزين يعم الشين والشين ويعم الزين وكنا انتهزنا. انا حسيت نفسي بالثانويه وصالات البدنيه شلون الابله تتكلم بالضبط، الابله تقعد وشي تتكلم بس كونها بالجنسيه المصريه ساعات تكون. وبالصف لما ادش واعطيها الورقه ان انا مستاذنه والبنات يضحكون وتزفني وتطلعني برا، بس الشيء الوحيد انه سالفه اني انا اوقف واحط ايدي على الطوفه هذه ما عندنا، بس المسلسل كله هذا انا عشته بالثانويه. لا بس بالضبط. في قوانين، انا يعني انا بثانويتي ما بالمدرسه كان في قوانين انه ممنوع المدرسه تلبس مثلا تنوره للركبه. اللي امس كانوا، انا يعني كرؤيتي انا حق المسلسل بشكل عام، بنات الثانويه ما ممنوع يحطون شادو. صح. وطلعت البنيه حاطه اي شادو ازرق والاكسسوارات والتسريحه يعني متعمدين يسوون هذا الشغل. بس في بنات كذي، انا بثانويه كانوا بنات يسوون يحطون اكستنشن، والله العظيم تخيلوا كانوا البنات يحطون اي لاشز بالمدرسه. بس كانوا مخالفين، كانوا مخالفين وهم شنو قاعد يتكلموا عنه انه قاعد يخالفونهم. طيب للامانه كعمل اكيد انت شفت او انا والله العمل هذا يعني بالذات انا اقول رايي بصراحه يعني ما اخاف من احنا ما جبناك هني الا انت، لان انت ابخص منا احنا يعني ناخذ وجهه نظرنا احنا ككاذرينج. بس انت انا العمل من عنوانه ما عجبني ومن اسمه ما شدني بالمره، لان احس لما يقولون بنات الثانويه يعني كانه قاعد يبي يوصلون لنا رساله احنا كمشاهدين او كناس وشيء، ان بنات الثانويه رايحات فيها. ايوه. فالعموميه هذه انا ما افضلها يعني. يعني بالضبط هذا خلونا ننوه يعني مشاهدينا، مثل ما عرفت فكره برنامجنا شنو راح يكون المره يعني الرابعه والخامسه راح نقولها باليوم. ان احنا الجاذرنج مثل ما تعودت علينا نتكلم بالبرامج والاشياء اللي موجوده برمضان. معنا استاذ نايف الشمري، طبعا هو صحفي وله يعني باع طويل بهذا المجال، فهو وناقد صحفي، فهو راح يكون الهيد بالموضوع، يتكلم كل حريه، احنا نتكلم نقول اللي عندنا احنا عباره عن انتم، شنو اللي يصير لكم يعني. فهو اللي يقدر يتكلم يعني يطوف الاقواس، ياخذ راحته. فهذه هي فكرتنا. وشيء ثاني اللي بنقوله ان الارقام ان شاء الله راح تظهر على الشاشه. اوكي كمل. ان الشاشه انا ما دشيت فيها خلاص مره واحده، ان الشاشه راح تظهر قدامكم على الشاشه، كاهي موجوده الارقام تظهر على الشاشه، المسلسل اللي حابه، البرنامج اللي حابه، اي شيء شايفه على الشاشه عمل كويتي تقدر تدز يعني تقريبا وطنيه ولا زين، وتدز اسم العمل مثلا مسلسل كيت او برنامج كيت او حلو كيت. حلو. الحين دام ان امس استاذ نايف ما كنت موجود معنا بالحلقه، قلنا ووضحنا حق المشاهدين ان حضرتك بتكون موجود معنا بالبرنامج 30 حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. انت الجايد مالنا وانت الموجه مالنا الاكاديمي، يعني احنا ممكن نقول راي الشارع انت تيجي توجهنا اكاديميا. لا بدر، انت مثلا مالك حق انك تنتقد هالشيء بشكل سلبي، لان نظره المخرج كذي، لان هذا الصح، هذا اللي يكون المفروض. بس اللي نبي نعرفه دام انك ما كنت موجود اليوم، واليوم اول حلقه لك معنا، شنو النقد؟ كلمة نقد، الواحد يبي ينقد. شنو النقد السلبي؟ شنو النقد الإيجابي؟ شلون الواحد يقدر ينقد عدل؟ وشلون الواحد يسكت أحسن منه ينتقد؟ هو النقد طبعاً باللغة العربية الفصحى وبالمعاجم كذا كما عرفنا، يعني هو يعني وسيلة تقويم الشيء من يعني من حالة سيئة إلى الحالة الجيدة. يعني أنت تقوم الشيء هذا، تعدله، تصححه. فهذا هو باختصار يعني النقد. لما نيجي نطبقه على الأعمال الفنية، يعني أكيد إن العمل السيء أنت بتنتقده، يعني بتتوجه للأفضل. أيه. يعني بتقول له شنو سلبياته، شنو أيوة النقد البناء. في النقد الهدام هذا، أو اللي يسمونه نقد التجريح، شيء هذا طبعاً مو تخصص، وهذا يعني النقد يكون طالع من حقد، من يعني من موقف شخصي. غيره يكون مثلا شخص يعني يغار من شخص، يغار من يحب انه يكسر مياديفه، فهذا مو نقد، هذا تهجم. حدود النقد شنو هي؟ الحين طبعا كل الاعمال موجوده برمضان، وكل كتاب تكتب تبي تملي على قولتهم جرائدهم، شنو هي حدود النقد على اساس نعرف؟ حدود النقد اني انا ما ادش بخصوصيه الشخص نفسه. يعني مثلا انا مثلا على سبيل المثال اذا بنتقد هدى حسين بالملكه، بنتقد ادائها التمثيلي، بنتقد ادواتها كممثله، بنتقد لبسها، ازيائها، الراكور مالها، الرياكشنات. اما اني ادش انه والله هدى حسين تروح تشرب شيشه مثلا بمقهى الفلاني، ما اي يعني ما في اشياء خاصه انا ما يعني انتقد. صح. ولا انا قدامي لوحه. صح. انتقد اللوحه هذه، انتقد شنو اللي في الكادر. صح. اما الاشياء اللي برا والشغلات يعني وايد صاير عندنا انه مثلا لما طالع ممثله فلانيه ولا ممثل فلاني، اكون اطالع مثلا تلفزيون اقول حق مثلا اخوي
وايد عجبتني بهاللقطه مثلا، او وايد عجبني الممثل الفلاني بهالمشهد، يا عمي خيولي مثلا، او هذا الممثل رايح فيها او هذا الممثل رايح كذي. انزين انت شكو فيها كحياه شخصيه، انت عليك باللي قدامك مهما كانت درجة ان بعضهم حتى يدشون بجنسية الفنان. ايوه بالضبط، انه معود هذا كذي وهذا كذي، انا شكو فيه، انا علي ممثل قدامي. بالضبط. انزين بخصوص الملكة وهدى حسين، هل فعلا صار اتصال بين هدى حسين فنان؟ وجه لك تحية كبيرة هدى حسين، صدق طلعتي بهالمرضان بلوك بلوك يعني وايد حلو كان. ملكة صدق كنتي ملكة بمسلسلك هذا ومسلسلك الثاني، علمني كيف انساك صراحة، يعني هذا المسلسل ما ادري شفته ولا ما الدخيلة الحين ما شفته. كنتي يعني صراحة وايد روعة هدى حسين، هل فعلا صار اتصال مع من هدى حسين من قبل فنانة مطربة او كونها بالاعلام نفسه اوكي دقت عليها وهاجمتها وهددتها ان هالمسلسل اذا انعرض راح ترفع قضيه لان هي حاسه ان هذا الشيء مطرق حق حياتها الشخصيه؟ بالضبط، هذا الاتصال صار بالتحديد قبل شهر تقريبا. كانت احلام المطربه احلام ضيفه على اذاعه قال الاسم كان خليتني اقول انا حسب على البساطه. لا تفضل تفضل، لا عادي بالعكس، خذ راحتك انت لك حق كل الاسامي. طالع الشاهد. لا لا هو اساسا الاتصال موجود حتى على اليوتيوب، موجوده موجوده. هي الفنانه احلام كانت ضيفة على إذاعة صوت الخليج برنامج اسمه سهرة خاصة، صح؟ فسألها المذيع اللي هو الفنان خالد الشيخ، هو يقدم البرنامج، سألها قال له ان يقولون ان في مسلسل راح ينعرض برمضان يتطرق لحياتك، فقالت له منو بطلة العمل؟ قال لها الفنانة هدى حسين، فدخلوا هدى حسين مداخلة على التليفون، تكلمت هدى قالت انا عملي ما يتطرق لحد، لا الأحلام ولا الغيرة، هذا الكلام انا اقوله على الهواء، هذه هدى تقول. فردت عليها احلام قالت لا انا وصلني انه يتطرق لي العمل، راح اشوفه برمضان، اذا يتطرق لي فبيني وبينك القضاء والمحاكم. بعدين خذوا منتج العمل هم مداخله اللي هو باسم عبد الامير ورد على الموضوع وقال حق احلام احنا ما نقصدك، واذا انت مصره احنا نقصدك، فاهلا بالقضايا اللي انت بترفعينها علينا. غريبة يعني، منو اللي شاب على قولتهم شرارة الفتنة هذه اللي موجودة؟ يعني منو اللي أول واحد دزها؟ هي شوف المذيع أكيد. لا ممكن معلومة تسربت من المؤلف، مؤلف العمل فهد عليوة، ممكن قال حق ناس مقربين منا أو أي شيء إنه هو استمد الفكرة من حياته، إنه أنا إيه اقتبست الفكرة أو شيء. يعني معناته كلام أحلام صح؟ إذا كلامك كذي انا اقول احتمال ان تسربت الفكره من المؤلف، لان يعني المؤلف هو صاحب العمل، هو اللي كاتب لنا الخطوط، هو اللي كاتب السيناريو، هو فهو اكثر واحد يدري ان هذه القصه تخص احلامه ولا. بعدين لا تنسى نواف، احنا صايرين الحين برمضان هذا انا تفاجأت بشغله، انه قبل لا ينعرض المسلسل ونشوفه احنا عارفين القصه. بالضبط، من الحكي اللي صار عليه قبل لا يبلش برمضان. إيه فاحنا صاير عندنا بالكويت ندري والله بنات الثانويه راح يكون مسلسل جريء وايد. كذي كذي عندنا الملكه راح يكون فيها نقزه عن احد، يعني هذا اللي انا سمعته. فني شوي. اي فني شوي، نفس المسلسلات التركيه نفس ما انت قلت. هذا اللي وصل لنا. نرجع حق النقد. تفضل. قول لنا النقد. على اي عمل؟ مو سالفه على اي عمل. الاعمال اللي انت شفتها. إن تعطيهم ان مفهوم النقد شنو 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 مفهوم النقد يبون يعرفونه. أنا مثل ما قلت يعني النقد هو وسيلة تقويم الشيء من حالة إلى حالة، من الحالة اللي هو فيها مثلا خلينا نقول السلبية إلى الحالة الإيجابية. هذا هو يعني باختصار النقد. في أنواع يقسم النقد، في نقد هدام، في نقد بناء، في نقد شخصاني، في نقد لا حبي يكون بطريقة ودية أن أنا أنتقد الشخص عشان أحبه أبي يعدل من نفسه، في نقد لا أنا أنتقد الشخص عشان اكرهه وحاقد عليه فابي اكسر ميادي فابي ما يستمر. واحنا مع الاسف يعني صار النقد بالوسط الفني والصحافي تجريح، يعني إيه كله تجريح و لان دشت في شخصيه هذه وايد صارت. إيه لان ما في ناس ما في ناس مختصين بالامر هذا، وحتى اللي كانوا فيه كبروا وتركوا المجال وخلاص، فبقي الحين جيل جديد يعني قاعد يصفي حسابات انا اشوفه يعني. زين استاذ نايف، احنا الحين يعني كوجهه نظرنا احنا كجاذري، احنا طبعا كل يوم طبعا احنا معاك وهذا، كل واحد فينا راح يكون هو مسوي شيء اللي هو حسه من المسلسلات اللي احنا قاعد نتابعها، راح نعطيك احنا مثلا شو اللي عجبنا؟ شو اللي ما عجبنا؟ احنا كمذيعين كناس مشاهدين عاديين حالنا حال البشر اللي قاعد تتابع، وانت طبعا بصفتك ان انت طبعا انسان ناقد كبير ما شاء الله عليك يعني دارس واكاديمي وكذا، انت راح توجهنا
وراح تقول لنا مثلا ان لا النقد هذا مثلا ما يصير انت تتدخل بالموضوع هذا او ان تعطينا الرؤوس الاقلام اللي احنا نمشي عليها عشان بنفس الوقت ان احنا نعرف شنو قاعد نمشي عليه. تتعلمون اي اكيد احنا قاعد نتعلم. احنا ما نبي احد يزعل منا اذا انتقدنا او شيء، احنا ما نقصد تجريح، احنا قاعد نقول راينا. كنا احنا قاعدين مشاهدين. بالبيت مشاهدين. أيوة. وانا قاعد نتكلم بس ان اللي قاعد يصير لنا لايف، وانت اكيد راح تكون انت العمود مال البيت اللي انت راح تقول لنا لا هذا غلط هذا صح هذا صح. بس احنا الحين تكلمنا دشينا بالمسلسلات اكثر، ابي اعرف رايك بالبرامج اللي صايره الحين، برامج المسابقات بالذات، لان انا امس يعني مداني اشوف تقريبا 3 برامج أو 4 برامج بصراحه في اشياء حبطتني وايد. يعني في ناس ممثلين صاروا مذيعين هم شفناهم بالتمثيل ما شاء الله عليهم. قصدك انت برنامج فورزا مال هيا عبد السلام ومحمود عبد الله ابو شهري؟ كانوا يعني انا ام شفت شويه من البرنامج، ما احس انه كان في روح المسابقات، كانوا شويه يعني مرتبكين وايد. يعني ايه مرتبكين وهادين وايد، يعني ما في المسابقات وقاعدين ما في حركه، يعني غير عن المسابقات اللي احنا متعودين عليها اللي اوه يلا فزت وكذي، صار لا وايد بارد البرنامج، وايد هادي، وحتى الديكور مستمد من ديكور يعني برنامج ثاني شوجي. اي مستمد من ديكور يعني شوجي. وصلت الى مرحله انه وانت قاعد طالعين فورز تقلبين القناه؟ اي قلبت القناه. قلبت اي لا القناة. هي مو تقلب، اللي يحب الفنانين الثلاثه اللي موجودين طبعا هم مبدعين ما شاء الله عليهم، يستمر يطالع. اي يستمر، بس اللي خلاني افكر يعني امس انا وقت السحور كنت قاعد طالع الاعاده بحتى القنوات اللي موجوده قاعد اشوفهم ما شاء الله عليهم، هم اصلا محبوبين كاريزمتهم حلوه. بس اللي شفته انه وقت البرومو مال البرنامج كان واو، حتى وقت الفواصل لما يطلعون واو يعني فن يضحكون، لما يردون بالبرنامج اللايف احس انه في شيء يعني مو هم هذول الثلاثه قاعد اشوفهم من المسلسلات. ما تعتقد انه يعني ما يخالف الواحد يتخذ قرار يكون قرار خاطئ؟ يعني ان انا كنت ممثل ماشي بالتمثيل دشيت على التقديم ما برست فيها، ما تعتقد ان هذا اتخاذ يعني خطا؟ والله هو شوف هم التجربه يعني قابله للنجاح وقابله للفشل، بس احنا ما نقدر نحكم عليهم للعين. أيه يعني هم امس قدموا اول حلقه صح. انا اتوقع ان راح تبين الصوره اكثر حق محمود وعبد الله وهي بعد اسبوع يعني. يمكن صعب كان عليهم اول حلقه لانه هم كانوا بالتمثيل و صح. يعني انا لو تجي تقولي والله دشي مثلي وجاب لي هدى حسين ولا جاب لي حياه الفهد احسب لكم شيء ترتبكين صح سوري. اي لانه اول راح اقول ابي قادر فنان كبير او هذا صح واحد يرتب بالضبط. زين استاذ نايف انا امس يعني خذيت لي جوله سريعه شيء على البرامج الريموت كنترول. والله هو مثل ما تقول انه ريموت كنترول وفي شغلات اللي اضطريت اني انا اعيدها. خلينا نبلش ببرنامج شو اسمه شوجي. توقعت ان انا واحد من الناس اللي كنت منتظر اشوف شوجي مثلا 1 و 2 3 راح يكون واو. غير صراحه امس انصدمت انه يعني من برنامجها اول شيء ماخذين استديو حليمه بارك بالضبط. هذا واحد ما في شيء متغير، نفس الشاشه نفس هذا نفس الزوايا، بس اللهم ادهنوا بعض الديكورات غيروها بالضبط. وبعدين انت شوجي ما شاء الله يعني المفروض اقلمتي على اجواء ان انت مذيعه حق البرنامج صح. هذا صح. كانت امس مرتبكه وايد ايه. مو بجو شوجي، خايفه ما تعرف تسولف، كل شوي تسالهم وتقول لهم هذه الجهه شنو اي لعبه، لا يعني ما يصير. يعني لاحظت الموضوع اللي صار شنو السبب هذا؟ انا والله شوف برنامج شوجي هالسنه يعني من البرومو ماله حسيت انه نزل يعني لخبطه صار. ايوه توني كنت يعني بأقول. انا شفت البرومو معاها ثلاث فنانين فاطمه الصفي انا ما ابي اذكر اسمائهم، عبد الله حسين المهدي ويعقوب عبد الله، يعني هذول ما لهم بالبرنامج. انا احترمهم بالضبط. يعني كفنانين كاصدقاء يعني كاصدقائها خارج المجال هم. يعني ما لدى انه انا اصدقائي والله برا المجال اي دخلهم بالبرومو عندي ماكو هدف ماكو طعم. اي يعني هذا اصلا إهانة مو لها كثر ما إهانة حق اللي يطلعوا معاها، لأن أنت كفنان يعني بس تبي تواجد بس تبي تنحط بالبروم ويطلعونك كل شوي شيء، فهذه أنا ما أيدها. بس في شغلة ترى وايد حلوة يعني برنامج شوجي هي خلونا نتكلم أن هي شوجي تبقى شوجي لها معجبينها ومحبينها واللي ناطرينها طبعاً صح. وكونها يعني كبرامج ممكن تكون متوهقة وكذي لأن في أفكار جديدة دشت بالبرنامج، يعني في مسابقات جديدة صارت فن أكثر حتى الأهالي يقدرون يعرفونها أيه. أن تعطيك جملة معكوسة وتقول لك أنه يجيب المراية وطالع، أن في يعني في أشياء جديدة دشت برنامج هي كاريزمتها حلوة شوية وشوجي تبقى شوجي بصراحة. بس هم أحسهم مو عارفين شلون يستمرون بمستوى الجزء الثاني والأول هذه الشغلة، فقاموا يعبون أي شيء يحطون يسوون أي شيء أي دعاية أي بس أنهم
ممكن هي عشان هم شجون يعني استهلكت نفسها وايد. اي بالضبط. اي يعني ما خلينا نقول استاذ نايف هم عندك انت صار في انتقال حتى المخرج كان قبل ريفيرز الحين مخرج جديد ياسر حيدري مسك هذا، هل ممكن